نختم جولتنا في مختلف الأعمدة والمقالات من الصفحة الأخيرة من صحيفة السوداني، ونطالع زاوية الطريقة الثالث للكاتب بكري المدني، والتي جاءت بعنوان مختارات الأعمدة والمقالات لبكري المدني، والتي جاءت بعنوان الشعب يريد القرار. هذه كانت لعثمان مرغني، جاءت بالفصل الجائر تفكيك التفكيك. يبتدر بكري المدني بالقول: ربما يتذكر الكثيرون مشهد تلك المعلمة التي تم فصلها عقب تغيير أبريل 2019 من وظيفتها كمديرة لمدرسة ثانوية حكومية للبنات، والتي خرجت منها مطرودة وسط صراخ وهتاف الطالبات الرافض لمغادرتها حد الوجع. لم تكن لتلك المعلمة جريرة سوى أنها كوزة. لم يقم تحقيق ولا إثبات على أنها وصلت لإدارة تلك المدرسة عبر رافعة تنظيمية أو وساطة حزبية، ولم يهتم من اتخذ القرار بسلامة إجراءات الفصل من عدمه، إذ كان المهم هو طردها من مدرستها على أساس الهوية السياسية. ويقول: ما حدث لتلك المعلمة حد تطابق للكثيرين من الموظفين في المؤسسات العامة بعد أبريل 2019، وحوت كشوفات الفصل أسماء بعض ممن كان قد ترك الوظيفة قبل التاريخ المذكور، وبعض وللمعاشات، بل وضم بعضها أسماء أموات تركوا الدنيا. أغلب ذلك تم على أساس الهوية السياسية. يمضي الكاتب ويقول: كنا نحسب أن الفرق بين التغيير الذي تم في يونيو 1989 وتغيير أبريل 2019 كافيا لاختلاف النتائج، فالأول قام به تنظيم سياسي واحد والأخير جاء عبر ثورة شعبية، وإن فهم سلوك التنظيم واحد فلا تبرير للتشفي بإثم ثورة الجميع. ويختتم البكري المدينة أول زاويته بالقول: على ذكر المراجعة، وقد اشتغلت آلة الفصل مجدداً بعد التغيير 25 من أكتوبر في قصد كل من شغل موقعاً متقدماً في الفترة القريبة الماضية، وهي مناسبة ثالثة نذكر من خلالها أيضاً بضرورة التوخي العدل والإنصاف بعيداً عن معايير الأخذ بالمثل.